قصة اليوم واحدة من أغرب وأبشع الجرائم في أستراليا، بل ربما في تاريخ الإجرام بأسره. أثارت الرعب والهلع في نفس كل من أطلع على تفاصيلها، ليس فقط بسبب كمية الرعب في الواقع الجريمة بحد ذاتها، بل لأنها أثبتت أن الميول السادية والإجرامية يمكن بسهولة أن تجد طريقها إلى النفوس الكثيرة من الناس الذين اعتبرهم طبيعيين وبعيدين كل البعد عن حياة الإجرام والعنف. فنحن في هذه القصة لا نتكلم عن قاتل متسلسل عادي، بل عن مجموعة من الأصدقاء والجيران وأقارب كانوا مجموعة إجرامية عبثية تستمتع بتعديم الناس وقتلهم وحتى التهامهم. تصور عزيزي المشاهد أن تعيش في شارع هادئ وتكتشف لاحقا بأن جيرانك وأصدقائك وزوجاتهم بالحقيقة مجموعة من القتلة والسفاحين، وذلك رغم أنك تعرفهم لسنوات لم ترى منهم سوى الطيبة وحسن الخلق. في عام 1999 أثناء التحقيق في اختفاء سيدة تدعى إليزابيث أيضا، توصلت الشرطة لثماني برامل فيها 11 جثة مغمورة بأحماض مخفية في قبو بنك مهجور في مدينة سنوتاون أستراليا. هذا الاكتشاف كان بمثابة الخيط الذي أوصل المحققين إلى قتلة الذين كانوا يسكنون على بعد 87 ميلا جنوبا في مدينة أدلت، وهم كل من جون بوت زعيم المجموعة كان عمره 33 عاما عند اكتشاف الجثث، وهو المحرك الشر الرئيسي والمسيطر على عقول المجموعة. تعرض لاعتداء جنسي في طفولته من قبل أخ أكبر لأحد أصدقائه، وقد ولد هذا الاعتداء لديه عقدة تتركز على كره الشواذ والمتحرشين بالأطفال، وقرر توجيه كل الطاقة الكراهية بداخله نحو المجتمع المحيط عن طريق الاصطياد وقتل كل من يشك في أنه مثلي أو متحرش بالأطفال. وكان يستمتع بتعذيب والقتل وتقطيع الجثث، خصوصا أنه كان متعود على التعامل مع الجثث والأشلاء لاشتغاله لفترة في محل الجزارة وكذلك في محرقة الجثث. أهم مميزات جون الإجرامية هي برودة أعصابه، لم يكن يخاف شيئا، كانت أروع لحظات حياته عندما يفتح البراميل الجثث ويشم رائحة التحلل ويراقب الجثث المتحللة ويقلبها. أجمل منظر في حياته كان منظر جثة مقطعة أو متحللة. والميزة الأخرى الكبيرة لديه هي القدرة العجيبة في السيطرة على عقول الآخرين وجذبهم إليه وجعلهم يتبنون أفكاره. جميع من يعرفونه قالوا بأنه شخص لطيف ومستمع جيد ومحاور ممتاز، فقط جلسة واحدة معه تجعل المرء ينقاد إليه لا إراديا. وقد سخر جون هذه الميزة أو القدرة في الانجذاب أشخاص آخرين إلى عالمه المرعب والمليء بالدم والقتل. روبرت فانجر كان جار جون ولم يكن يخلو من مشاكل نفسية، حيث عانى في طفولته من معاملة زوج والدته السيئة والضرب المبرح. استطاع جون بسهولة أن يجذبه إلى عالمه عام 1991 ليكون شريكه الرئيسي في معظم جرائمه. جيمس جيمي فلازكس كانت أمه صديقة لجون الحميمية، قد عاش مع أمه وأخيه الغير الشقيق في منزل جون لأنه كان يفتقد الأب، فقد صار جون بمثابة أب له ويقلده في كل شيء. وقد كان لتعرضه في مراهقته لاعتداء جنسي على يد أخيه الغير الشقيق أثار كبير في نفسه لتبني أفكار جون والانضمام إليه في جرائمه. مارك هايدن كان يعيش في نفس الشارع وانجذب سريعا لجون وصار عضو نشيطا في المجموعة الإجرامية. طبعا كان هناك أشخاص آخرين ساعدوا في الجرائم واشتركوا في بعضها، وقسم من هؤلاء أصبحوا لاحقا ضحية للمجموعة وتم قتلهم، مثل باري لاين الذي كان صديق فانجر الحميم وكان مثليا يرتدي ملابس النساء ويطلق على نفسه اسم فانيسا، وكذلك توماس تريفلين أيضا شارك في بعض الجرائم لكنه لاحقا تحول إلى ضحية. إضافة إلى صديقة جون والدة جيمي ساعدت في جريمة واحدة على الأقل، وهناك فتاة اسمها جودي ساعدت أيضا في جمع المال من حسابات الضحايا وابتزاز أهلهم. بحسب اعترافات المجموعة فإن عمليات القتل بدأت عندما سمعوا في الضحية المجاورة سيدة تتشاجر مع أحد الرجال واتهمته بالتحرش بأحد الصبيان، وهناك استعاد جميع الذكريات المريرة مع التحرش الجنسي فتوجهوا صواب الرجل وقاموا بضربه بشدة ثم جره إلى منزل جون حيث تم اكتمال اعتداء عليه وضربه بأداة حادة وانتهى أمره بخنقه وسط الصيحات والنشوات والفرح. تولت عملية القتل، والعجيب أنه على عكس مما يفعله القتلة المتسلسلين في اصطياد الشخصيات بعيد عنهم ولا يمكن ربطها بهم، فإن جون ومجموعته كانوا يختارون الضحايا من محيطهم ومعارفهم وأصدقائهم وأقاربهم. قد أثار هذا الأمر دهشة جميع أثناء المحاكمة إذا كيف اقترفوا كل هذه الجرائم دون أن تتوصل الشرطة إليهم سريعا. قام جون وفانجر بمساعدة جيمي في قتل أخيه الغير الشقيق
الذي اعتدى عليه في مراهقته، كما قام جيمي باستدراج زوج أخته ديفيد جونسون إلى المجموعة، حيث تم تعذيبه بشدة وإجباره على إعطاء الرقم حسابه المصرفي قبل أن يقوموا بقتله. ولاحقا شعر جون بالندم على موت ديفيد بسرعة لأنه لم يستمتع كفاية بتعذيبه، لذلك قرر أن يعوض عن ذلك بتمزيق جثة ديفيد إلى أشلاء وقطع أجزاء من لحمه ووضعها في مقلاة ثم التهامها مع مجموعته في جو من السخرية والمرح. كانت المجموعة لا تقتل ضحاياها بسرعة، عادة ما يتم حبس الضحايا لعدة أيام يعاني فيها من الضرب والتعذيب عن طريق صعق الكهربائي في أجزاء الجسم الحساسة وسكب المواد الكيميائية على جسده وإطفاء السجائر في وجهه خصوصا في الأنف والأذن وتقطيع أجزاء من جسده أمام عينه وهو حي وبصر وتهشيم أصابعه. وعاد ما كان جون يمارس التعذيب وهو يستمتع إلى صوت الموسيقى. كان يتم إجبار الضحية على تسجيل رسائل صوتية لإهام أهله أنه ما زال على قيد الحياة وسرقة بطاقتهم البنكية. ولكثرة الجثث لم يعد الدفن في الحديقة الخلفية للمنزل جون مجدي، لذلك قرروا أن يخفوا الجثث في برامل الحمض. كان بيرلاين صديق مثلي الحميم ليفانجر من الضحايا أيضا، فعندما أراد الابتعاد عن صديقه قرر جون أن وقته قد انتهى ويجب التخلص منه، فتم استدراجه مرسي عليه مختلف أنواع التعذيب من نزع الأظافر من ثم خنقه بنهاية عن طريق إدخال قطعة القماش في فمه. أما توماس ترايفلين شريكهم في جرائمهم فقد قرروا قتله عام 1998 لأنه باح ببعض أسرارهم إلى ابن عمه، ووصلت إشاعات إلى جون وفانجر قبل أن يفضحهم، فقام باستدراجه إلى إحدى الغابات وشنقه هناك. واحدة أخرى من الضحايا القريبة للمجموعة كانت إليزابيث زوجة مارك هايدن عضوة المجموعة ومساعدة جون، وسبب قتلها هو أن جون اتهم بأنها تنظر إليه نظرات جنسية عندما يزور زوجها في منزله وأنها امرأة خائنة، لذلك قاموا بتعذيبها وقتلها في منزلها عندما كان زوجها مارك وأطفالها خارج المنزل. ولاحقا رموا جثتها القابعة في إحدى البراميل. في الحقيقة قتل إليزابيث كانت هو بمثابة مسمار الذي دق في نعش المجموعة الذي قادت الشرطة الإيقاع بهم، فالمراقبة زوجها ومتابعة علاقته وصداقته قادت بالنهاية إلى تفتيش منزل جون واكتشاف جثتين مدفونتين في الحديقة منزله الخلفية. ومن خلال التحقيقات قرر جيمي فلازكس أن يعترف للشرطة بكل شيء مقابل أن يحصل على حكم مخفف في المحكمة، وهكذا توصلت الشرطة إلى البراميل المخبأة في القبو البنك المهجور وتم القبض على جون وأفراد المجموعة. ولم يبدي الثلاث خصوصا جون أي ندم أو تعاطف، قال جون أن المجتمع مدين له بالشكر لأنه نظف الشوارع من مغتصبي أطفال وشواذ رغم أن ضحاياه لم يكونوا جميعهم كذلك. قال إنه إذا عاد به الزمن إلى الوراء فسيقوم بارتكاب نفس الجرائم وإنه غير نادم على أي شيء. المختصين النفسيين الذين درسوا حالة جون وتعاملوا معه قالوا أنه شخص سايكوباث. إن تخليص المجتمع من الشواذ هي الحجة يستعملها لممارسة القتل، فهو يستمتع بالقتل والتعذيب ومنظر الدم وجثث المتفصل. وقد قال بنفسه أثناء محكمته أن أجمل أيام حياته هي تلك التي قضاها في محل الجزارة وأنه كان يجد متعة لا تصف في الذبح الحيوانات وتقطيعها. استمرت محاكمة جون وفانجر وجيمي لمدة عام كامل في جرائم هزت المجتمع الأسترالي وتعد أطول محاكمة في التاريخ جنوب أستراليا. لم يتم إيداع تسجيل التعذيب لأنها كانت بشعة للغاية. كانت سلوك جون خلال المحاكمة مثيرة للانتباه، حيث أنه كان خالي المشاعر تقريبا، لم يهتم لما جرى حوله، وأحيانا كان يقضي الوقت بالقراءة الكتب داخل المحكمة. وتم اتهام جون ب 11 جريمة وفانجر ب 10 وجيمي هايدن ببعض الجرائم فقط، وتم الحكم على جون بالسجن المؤبد مع عدم وجود فرصة الإطلاق السراح المبكر أبدا، وفانجر بأحكام مؤبدة. أما هايدن فنال حكما بالسجن 25 عاما وجيمي ب 26 عاما. وثم قام مالك المنزل جون بهدمه بعد افتضاح جرائم المجموعة وقبض عليه. وقد حاول السكان البلدة سنوتاون تغيير اسم بلدتهم لأنها ارتبطت باسم المجموعة، مع أن معظم الجرائم ارتكبت خارج البلدة لكنهم فشلوا في ذلك. وفي عام 2011 تم إنتاج الفيلم بعنوان سنوتاون ماذر يتناول قضية وخلفية الضحايا.